الكنيسة هنا بعد الاستشهاد مباشرة الرئيس السيسي أصدر قرار ببناء كنيسة باسم شهداء ليبيا في قريتهم بالعور. الكلام ده كان في فبراير 2015، وبالفعل تم بداية بناء الكنيسة في شهر أكتوبر 2015، والآن اليوم النهاردة هو 15 فبراير 2018 بيتم تدشين وافتتاح كنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور. وكان أطلق عليها سيدنا الأنبا بفنوتس مطران صمالوت كنيسة شهداء الإيمان والوطن، لأن هم الشهداء ليبيا المصريين دول الأبطال. أولا هم استشهدوا من أجل المسيحية ومن أجل إيمانهم المسيحي، وكمان استشهدوا من أجل أن هم كانوا مصريين كمان، فهم شهداء الإيمان وأيضا شهداء الوطن. الذكرى بتاعتهم السنوية الثالثة، وإحنا فرحانين قوي، وبنى الكنيسة وجمالها جميلة قوي، بنشكر ربنا، والشكر الكبير برضو لما تيجي الأجساد بتاعتهم حلوة قوي، بسمائهم عشان بركتهم هم اللي عملت كده. السيد الرئيس والسادة الوزراء وجميع العاملين بالدولة قاموا مجهود شاق جدا بعمل كنيسة كدرائية كمان لهؤلاء الشهداء كلهم. نشكر ربنا على المكان الجميل الحلو ده، كان لنا فين العز ده كله، كان لنا فين الهنا ده كله. طبعا كان الخبر مزعج بالنسبة لنا احنا ومؤلم جدا، لان احنا طبعا ما كناش نعرف مين اللي خاطف، لكن برضو بقدر اقول ان اشكر الدواعش اني بدأ العصر الجديد. كان في شهداء للعهد القديم، اما اليوم اصبح شهداء للعهد الجديد. ايوه شفت الفيديو في التلفزيون، بس بعد اليوم الثالث، بعد ثالث يوم جوزي بيقول لي ايه عرفت ان اخوك حصل له ايه؟ قلت له مش عارفه، انا عرفت ان هو استشهد بس ما اعرفش ايه اللي حصل له. قال لي طب ده اخوك اتذبح، وقلت له نشكر ربنا برضو الحمد لله، لان هي كانت صعبه قوي ومنظر صعب ومشهد صعب علينا قوي، بس بنشكر ربنا. الشهداء شرفونا ونورونا. أمانة أيوة بيبقى شوية بشوية بيبقى في زعل، بس بيبقى فيه حاجة تعزي عظيمة. يعني إحنا في كنيسة دفش صلينا وعملوا الشهيد كده، يعني شهيد كده يعني متنايح كده. بأمانة دخلوا بيه الدمعة ما نزلت من عيني، حسيت رب المجد كي حشع خالص من عيني، وضربته بالزغروطة وقلت مبروك عليكم يا حبايبي، مبروك عليكم يا حبايبي، ونشكر ربنا وألف ألف مبروك عليكم.